بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى مع بعض الخطوات بتاعة وضع الخامات على الجبال اللي احنا عاملينها دي. أول حاجة يعني شوية نقطة نظام، بس هنا الميد جراوند. طب أنا عايز أعمل لاير جديدة وأسمي لاير جديدة دي ميد جراوند، واخد ده اسحبه وانزله في اللاير دي، واعمل لاير تانية واسميه باك جراوند، واخد التيرينز ومتهيألي ده، لا مش ده، ايوه ده، واخر واحد اللي هم رقم 6 دول يبقوا في كليكنج ذا اوبجكت، مش عارف مين، لا ماشي، اخد ده احطه في الباك جراوند، واخد رقم 4 برضو احطه في الباك جراوند. اصبح كده عندي لاير كمان هسميها هيلز او التلال، واخد رقم 3 و5 دول بس كده، عشان يبقى انا كده نظمت نفسي وظبطت الدنيا. اجي على الفور جراوند دبل كليك، غالبا الباقي هيبقوا خامة واحدة، بس نمشي واحدة واحدة. نيجي على الفور جراوند. مبدئيا انا عايز اعمل الخامة دي ميكسد ماتيريال، يعني عايز اعملها يبقى فيها خامات او خامة متداخلة مع بعضها. طبعا الناس هتستسهل وتضغط دبل كليك هنا وتقوم رايحة من اي خامة من دول وشكرا. طيب تعالوا نعملهم مع بعض واحدة واحدة. هاجي اضغط على دبل كليك، او مش دبل كليك، اختار ميكس الماتيريال الاول. بعد كده انا عندي هنا حاجتين، او عندي هنا ليرين، اللير دي واللير دي. طيب انا عايز خامه معقده شويه، او انا عايز اعمل خامه تكون يعني فيها شويه شغل، هروح للماتيريال الثانيه او الاولانيه اللي تعجبك. يعني هروح للماتيريال الثانيه واحط نيو لير زي الفوتوشوب بالظبط. هاخد اللير دي ولتكن مثلا ممكن اخد حاجة زي الفيجيتيشن دي اللي هي الخضرة، تمام. واجي طبعا هو اداني هنا ماتيريال تانية واداني الفيجيتيشن، اداني دي واداني دي. هاخد دي وليكن مثلا دبل كليك، واخد برضو فيجيتيشن بس الدراي اللي هي الاعشاب الجافه، واعمل كده بالمنظر ده. بالشكل ده انا دي مع دي جوه الخامه دي. طب ازاي اتحكم في الانفلونس او في انتشار الاثنين مع بعض؟ الاولانيه دايما فيها حاجه اسمها الفا بوست، لان الاولانيه دي بتعتبر زي قناع او غشاء فوق الثانيه. طبعا لو انا زودت الالفا بوست هتبدا الثانيه زي ما انتم شايفين بتبان من تحتها. طبعا انا مش عايزها تبان قوي كده، تمام. طبعا لو ضغطت لكم بالمنظر ده عشان تبقوا شايفين الحاجة بشكل احسن، طبعا عمرك ما تعرف تحركها غير لما الريندر يخلص. كبر سنة كده بس، طبعا ما نكبرش قوي علشان الدنيا ما تبص. ماشي، ده بالمنظر او حاجة بالشكل ده كده. ممكن طبعا تفضل تكبر وتصغر او تظبط الالفا بوست بتاعتك على حسب ما انت عايز. مثالي كده متوازنة، ظهر من هنا الخامة بتاعتنا اللي هي بتاعت الورق الدبلان شوية ده، تمام، وظهر الخامة بتاعتنا. طيب دول ودي او دي ودي خلاص خلصت، وماتيريال دي ما فيهاش اي حاجة، دي مجرد لايرز وبس. نيجي على الخامة الديفولت اللي هي طبعا هتبقى ميكسد مع الخامة دي. الخامة دي وليكن عايزين نحط فيها مثلا حاجة زي لاندسكيبس، تيرين شيبس، ممكن هي من لاندسكيبس، خسارة والله الخامات دي كلها بيض، بس في
في شوية حاجات أو شوية خامات أنا جبتهم إن شاء الله أرفعهم لكم. في تقريبا هنا حاجة اسمها جراوند، مشكلة إن دي كلها خامات ميكسد، يعني حتى لو أنا ضفتها هتشتتكم. طيب ما نخلينا في الستاندرد، احسن، لان دي لو حطيتها يعني مفيش فيها مشكله، انا ممكن اختار دي مثلا حاجه زي دي مثلا واعمل اوكي. بس لا والله ده كويس. طب تمام تمام اهي خامه فيها هزار بس وحشه، منظرها مش حلو. ناخد خامه تكون، لا اوشن، لا دي تنفع تحت سطح المايه دي. كل الخامات دي تنفع تحت سطح المايه. ممكن روك اند جريس، لا ما احنا عاملين الروك ديرت اند روك. الخامه دي اكيد ميكسد ماتيريال، لا مش ميكس بس كويس. طيب دلوقتي دي ودي، عايز الاتنين دول بقى يبقوا ميكسد في بعض. الخامه دي بيكتشر، هروح للديفولت بقى. في الديفولت اقدر اتحكم في دمج الخامتين مع بعض. طبعا عندي هنا ماتيريال، طبعا لو رحت كده يبقى انا بجيب الاولانيه على حساب الثانيه، بس انا مش عايز اشتغل بالمنظر ده، انا عايز اشتغل نشر، يعني انشر الخامه دي على دي. حتى دي انا هخليها 50% عشان يبقى احنا كده في النص بالظبط. طب ازاي اعمل انتشار طبيعي؟ طبعا كده منظرها مش حلو، باين كانها واحده فوق واحده، وزي ما اكون عامل بلند مود ودي باينه من تحتها فشكلها مش حلو. نروح لزي ما قلت الانفلونس. خلاص الانفلونس لو انا علمت على ديستريبيوشن اوف ماتيريال، خلاص اقدر بقى اتحكم في انتشار دي على دي. على سبيل المثال انا ممكن شايف الخامه دي بقى كده ظهرت من تحت دي بشكل طبيعي، احنا لسه قدامنا لعب للسنه الجايه، ممكن ان انا اجي في الاورينتيشن والفها شويه بحيث تغطي. ممكن انا اكون عايز الحجاره دي تبان في الجزء ده والخامه دي تبان في الجزء ده، ممكن ارجع الفها كده. تمام. طبعا هي مشكلتها انها ما فيهاش بالسالب، بس ممكن نخش في الفانكشن ونضرب في مالتي بلاير سالب واحد، مش عايز بس ادخلكم في القصص دي. تمام. فانا عايز مثلا امشيها كده شويه. ممكن الانفلونس اوف سلوب، خلاص، او تاثير الانحدار. على فكره انفلونس يعني تاثير، سلوب يعني انحدار، تاثير الانحدار ممكن ان انا اقلله حبتين فاسحب زي ما اكون بتشد الخامه لتحت. لو قلت سترونج خلاص طلعها لفوق سنه، بس انا عايز اشدها لتحت عشان يبقى في بليندنج زي ما انت شايف، بليندنج طبيعي بين الخامتين. عندي الانفلونس اوف التيتيود اللي هو تاثير الارتفاعات، التيتيود يعني ارتفاع، لو انا زودت دي كده تمام فكانك بتزق الخامه دي كلها لفوق، فانا مش عايزها قويه او عايز اخليها زي ما انتم شايفين لتحت سنه، بس سنه كده تطلع فوق شويه عشان بس ابين الخامه بتاعت الحجاره. هنا كده خلصنا من الجزئيه دي. في بقى حاجه مهمه قوي، عايزك دايما لما تشتغل في خامات ميكس تكون حاطط لايرز، ما تخليش المابنج اوبجكت بارامتريك، خليها اوبجكت ستاندرد عشان يديك انتشار بناء على شكل الاوبجكت اللي انت عامل او مودي الخامه عليه. لغايه كده تمام، لغايه كده تمام. نرجع للماتيريال الاصلي. انا ممكن ان انا اودي ده كده شويه بحيث ان انا اظهر الخامه بتاعت الحجاره زي ما انت شايف على حساب الخامه التانيه. بص هنا كده لو انا عملت رايت كليك كواليتي وقلت له ستاندرد عشان تبان بشكل اوضح، هنلاقيها بتبان قوي لو انا زودت كده سنه كده كمان. جميل. في بقى حاجه مهمه عايز اوريها لكم. لو انا قفلت الريندر ده ثواني كده وجيت مؤقتا عملت اوكي وكبرت لكم الماسك بتاع الكاميرا وجيت اتاكدت ان دي فاينل عشان بس نبص عليها ونعمل ريندر عشان اوريكم حاجه معينه. على فكره الحاجه دي في الخامه اللي فيها فيجيتيشن على طول، يعني عشان تبقوا عارفين الخامه اللي فيها فيجيتيشن فيها الـ 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 النقطه دي. بصوا كده لو خدنا بالنا في حته زي الحته دي او حته زي الحته دي باينه واضحه قوي قوي قوي، الحته ده اهي
شفتوا الحته دي حاده قوي ازاي؟ ما فيهاش بليند زي هنا مثلا وهنا وعندنا هنا. انا عايزه سايحه على بعضها، ما تحسش انها خامتين فوق بعض. طب دي منين؟ دبل كليك على الخامه، ارجع للفيجيتيشن واطلع دي بره كده عشان اشوفها كويس. تمام. وعندي حاجه اسمها انفايرمنت. في انفايرمنت عندي حاجتين مهمين قوي، في التيتيود رينج اللي هو ارتفاع الخامه دي، وفي فوزنس اللي هو دمج الخامه من التوب، وفوزنس بوتوم اللي هو دمج الخامه من تحت. لو انا قللت ارتفاع الخامه دي كده هلاقي الخامه دي زي ما انت شايف قلت من فوق بالمنظر ده، ولو عملت كده هلاقي قلت من تحت بالشكل ده كده. بان قوي ان في حده، طبعا هو لولا انه عمل البلار ده ما كنت كنا كانت الحته تبقى جامده. لكن لو انا عملت توب، زودت التوب شويه اهو بدا يبقى فيه بليند، عملت بوتوم زودت البوتوم شويه هلاقي فيه سوفت بليند. نفس القصه هنا بس انا ما عنديش هنا، يبقى دي في الفيجيتيشن بس. زي ما انا قلت لك الفيجيتيشن بس هي اللي فيها الحته دي. لو انا رجعت للخامه الاصليه بتاعتي تمام، وجيت عملت ريندر تمام، طبعا دبل هنقفل دي ودبل كليك بقى على دي عشان لا اسف نفتح دي كده. شايف بقى البليند بقى عامل ازاي؟ هقفل بس طبعا استنى بس اقفل واعمل اوكي، وبعدين اعمل ريندر. هتحتاج مننا شويه شغل بسيط قوي، هقول لكم فين فاني حته دلوقتي ده اذا احتاجت يعني. هنزود، لا هنزود الفوزنس بس، هرجع للفيجيتيشن دي وارجع ازق دي كده شويه، لان كده دي كانت قلت قوي. بالظبط كده كان اللون اللي هو البرتقاني ده بان. التوب هزوده والبوتون هزوده عشان يبقى معمول له بليند بشكل احسن. الديرت او الديرت اند روكس ما فيهاش، ودي كمان ما فيهاش. غير كده كمان انا عايز اتحكم زي ما قلت في انتشار الخامه كمان بشكل اوضح. رايت كليك على الديستريبيوشن واقول له فانكشن ايديت فانكشن فانكشن ايديتور، واروح احط فراكتل. دايما الفراكتل بتحكم بيه في الديستريبيوشن او الانتشار، واقول له التيتيود يعني في المناطق اللي فيها ارتفاعات، واروح ل الفراكتل وطبعا على حسب ما احب. طبعا في هنا انواع كتيره جدا من الفراكتلز، ممكن اخد روكي، لا روكي ممكن تنزل، لا هو ماشي بس مش اللي احنا عايزينه. فين الترين ترين 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 فين الترين ترين فراكتل تمام. ممكن بقى الترين فراكتل ده اقلل المناطق اللي هي اللارج وازود الروفنس واعلي الجين شويه تمام. ممكن اقلل في اللارج، لا ازود، لا خليها قليله. طبعا الفانكشن ايتور هتجرب فيه للسنه الجايه، اعلي الروفنس. ممكن كمان عشان اعمل سموز احط نود تانية كده واحط النويز. طبعا النويز مش هعرف اوصله بالديستريبيوشن، يبقى لازم احط بندر. اجي هنا واحط كومباينر او البندر، مفيش مشكله. البندر فيه اتنين نود، ادي واحده وادي التانيه، دي واصله يبقى هاخد دي اوصلها ب النويز وابدا. لو زودت النويز يبقى انا هزود السموزنس بتاعت زي بالظبط كده. طبعا ده البرلين، ممكن احط سكويرز مربعات، ده لو انا عايز تاخد شكل زي الغيط. ممكن احد ديستريبيوتد راوندد، ترين برلين نويز ده حلو ده. ممكن اكبر السكيل بتاعه، ممكن اكبر السموز او اقلل السموزنس. طب ازود السموزنس تمام.
واعمله. طبعا عندك الباشا ده ممكن نزود الجين شويه بحيث نزود الوضوح، وبعد كده نيجي نعمل اوكي، ونيجي نعمل اوكي، ونيجي نعمل رندر. طبعا خامه زي دي هي قريبه قوي من الكاميرا، على فكره كل الكلام ده احنا هنغطيه بنباتات بس برضه احتياطي. السكيل بتاع الخامه دي بواحد، ممكن اخلي السكيل ده مثلا بنص، السكيل ده ممكن اخليه بنص بحيث ادي ديتيلز اكتر. ونعمل ريندر تاني بقى بالمنظر ده، طبعا تقدر تقلل الديتيلز شويه تزود، يعني اعمل اللي انت عايزه. طيب عايزين بعد كده نعمل الخامه بتاعت الباشا اللي في الميد، اللي في الميد جراوند، هي هيها على فكره نفس الخامه بتاعت الفور جراوند. هاخد الخامه دي كوبي ماتيريال وللميد جراوند بس. طبعا ممكن انت يعني بمنتهى البساطه تروح دبل كليك وتعمل فيها اي اختلاف انت عايزه، يعني ممكن في الانفلونس حتى ممكن ازود الدوران بتاعها شويه، ممكن ازود السلوب او الانحدار واعمل اوكي، وارجع اعمل ريندر مره تانيه واشوف منظرها شكلها هيبقى عامل ازاي، هتدي شكل احسن على فكره. ادي المنظر بتاعه، طبعا هو كده مستحيل يبقى باين ان هما سطحين، تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه. ممكن علشان انت تخلق نوع من التباين في الخامات، ممكن انك انت تخلي السكيل بتاع دي بواحد بحيث يبقى فيه اختلاف بعض الشيء، ما يبقاش الموضوع حاجة واحدة او كأنها ليه اروح. اقفل وارجع لكم بعد الرندر. ده كده الشكل بتاع الرندر. نيجي بقى ليه شويه الحاجات الحلوه، نيجي لده وده وده ما بيعملش كليك. ده نفس الخامه، رايت كليك بيست ماتيريال نفس الخامة، لكن التلاتة دول بقى خامة تانية. هاجي ليه ده وده و و و وفي واحد من دول اعتقد الاولاني، هو ده، لان ده لا ده هسلكت التلاتة بقى، ومش هعمل المرة دي او هضغط دبل كليك تمام واروح هنا. المرة دي أنا مش هعمل ليارات عشان ما أطولش عليك، وهروح لميكسد ماتريال على طول. هاجي في أول خامة، أنا عايز الجبال دي عليها تلج. هاجي في أول خامة دبل كليك، هي موجودة الخامة جاهزة أهي وممكن نحطها، بس أوريكوا بتعمل إزاي. هاجي للخامة دي و أحط مثلا، اخد دي وممكن اخد واحدة من الحاجات الجديدة، بس يعني انا عايز يبقى الخامة متوفرة عند الكل. اجي عند التانية دبل كليك واخد سنو، بس كان في خامة سنو كانت عجباني، او كان اسمها بامبي سنو، اي بامبي سنو. طبعا لا يعني انا ان شاء الله هرفع الخامات دي كلها، بس لو انت ما لقيتش البامبي سنو، في عندك هنا في اللاندسكيبس في هنا سنو، هي بس البامب بتاعها زي شويه. خلونا نختار الستاندرد علشان ما نزعلش حد. نيجي على الديفولت بقى، واروح كالعاده على الانفلونس واضغط، هلاقي الخامه اتغطت بالمنظر ده كده.
طبعا انا مش عايز الجبال كلها تبان حتة واحدة، ممكن اروح اعمل هنا دوران شوية. الماتيريال رقم 2 اللي هي السنو بيقول لك appears near azimuth، يعني في الافق. اقول له ماشي مفيش مشكلة، خلاص تبقى ملفة ناحية الافق شوية. بس بالمنظر ده الجليد ده هيبقى محدوف لورا في الجبال قوي. لا مش عايزه لورا، انا عايزه عندنا هنا كده. ممكن ده شوية ده شوية، مش هيعمل حاجة. ده ممكن. طيب بعد كده كليك يمين edit function كالعادة، هاجي هنا واحط حتة فراكتل صغير واوصل الالتيتيود بالفراكتل واقول له altitude. اجي اللارجست اقللها شوية على حسب ما انا عايز، الروفنس ازوده فيزود ده، الجين ازوده مش قوي بقى عشان بقى بالشكل ده كده، روفنس اقلله شوية. ما في حاجة كمان انا ممكن احط كده، وممكن احط الماث نود، او ممكن احط تيربولنس. طب ما انا احط الماس واخلي الماس دي لا بلاش الماس، بلاش الماس نود تمام. وخلونا نحط مين فينا فلتر، لا في هنا اديت ماس فلتر، فين الفلتر ده. الفلتر ده هقول له اعمل لي مالتي بلاي، خلاص يعني هيضرب ده في 2، هيضرب ده طبعا لو زودت في 2 وي زي ما انت شايف التأثير بيزيد، فانا عايز اللي اعمله يزيد الضعف تمام. ارجع بقى للفراكتال ده واحده واحده، لان اي حاجه هنعملها هنا هتزيد. هقلل اللارجست، شايفين بقى الايفكت بقى عامل ازاي ماشي، والروفنس اقلله ازوده مش اقلله كمان، والجين ازودها كده، خدت خامه في منتهى الطبيعيه تمام. بعد كده ممكن لو انا عايز ازود او اتحكم بزياده، ممكن احط هنا نويز، وهات لي كمان يا سيدي كومباينر او بلندر واحط ده مع ده، والنويز ده بقى كمان اتحكم حتى في الشكل كمان بتاع برلين. ولو قلت له ترين اقدر برضو من هنا، ان انا لو انا رحت للسكيل وزودت السكيل على واي شويه تمام، والاوريجن والسموز ازود السموز بحيث، او تقدر تقول عليها كونتراست. الديستورشن ده تشويه مفيش مشكله فيه خالص، واعمل اوكي. طيب هو كده وبس؟ لا، تعالوا نخلي الماتيريال ميكسنج مود، في عندي كذا مود للميكسنج، انت اعمل اللي يعجبك. انا هختار كفر علشان يديني الحواف الحلوه دي، وازود السموز بتاع البلند تمام بحيث يديني الشكل ده، وارجع شويه الماتيريال رقم 1 بحيث ما تبقاش الجبال كلها بيضه، ما تبقاش الجبال كلها بيضه. ممكن نزود البلند كمان شويه تمام بالمنظر ده، واعمل اوكي. اجرب رندر كده، مشكله عشان كده ترين رقم 3 ده اللي خده، ان انا عامل سيلكت على اللاير فعلا. طيب اخد بتاع رقم 3 ده ولا رقم 6، كوبي بيست بيست. لو انا بقى جيت دلوقتي عملت ريندر هلاقي الشكل اختلف اختلاف كلي وجزئي.
تمام. طبعا لو عايز تزود او لو انت عايز تزود التفاصيل، خلي دي بنص على اعتبار ان هي قريبة من الكاميرا شوية، فعايزين يبقى فيها ديتيلز اكتر شوية من الخامات البعيدة عن الكاميرا. ثواني كده نشوف الريندر شكله بس عامل ازاي. اعتقد ان لو ضغطت دبل كليك على دي وقللت، بالظبط كده طلعت لفوق شوية. غير كده كمان السلوب اقلله بحيث يبقى فيه بقع، والالتيتيود اقلله برضو، عشان كل ده انا عايزه في يطلع في القمة حبتين. في عندي في السنو، في مفيش بريزنس هنا، وفي الروكس لا مفيش. طيب خلينا زي ما احنا و ازق لورا الجبل شويه. ايوه كده تمام. لو انتوا خدتوا بالكم بصوا هنا، لما بروح يمين هو بيجي عندنا، فانا عايزه في القمه كده. اعتقد نفس القصة في ترين رقم 4، دبل كليك ازق لورا سنة تمام، والانفلونس برضو ازقها لورا. على فكرة هو يمين بيزق لورا عشان تبقوا عارفين يعني. وده نفس لا اقلل عشان الدمج شوية، وارجع هنا بحيث ازق لفوق برضو سنة. عندي الميكسنج اجيب الماتيريال رقم 1 بحيث برضو زقها لفوق قوي، بقت بالمنظر ده كده. اخر جبل اللي هو رقم هو رقم كام؟ رقم 6، دبل كليك. مش هعمل فيه حاجه غير اني بس ازق الماتيريال دي لفوق شويه واعمل اوكي. اوبجكت ستاندرد، شفتوا وزعها بطريقه فظيعه بعكس التانيين تمام. ونعمل ريندر، بس ريندر في سكرين ونشوف بعد ما ارجع لكم. طبعا زي ما احنا شايفين في هنا جرين وكلام من ده. طبعا الكلام ده ليه؟ لان انا لو رحت في الريندرنج انا شغال على الفاينل، البرودكاست بتطلع غير كده خالص خالص تمام. طبعا الانتي الياس له ظبطات يعني غير كده. كمان لو انا رحت في الاتموسفير، اتموسفير اديتور، ورحت في اللايت، انا هنا الكواليتي بوست انا مقلله. لو انا عملت كده مثلا يعني هلاقي الدنيا هتختلف اختلاف تاني خالص ماشي. ولو انا اشتغلت امبيانت اكلوجن طبعا كل الكلام ده، كل الكلام ده بيفرق كلي وجزئي. يعني انا يعني هسيب دي انا اشتغلت في حته كنت عايز. طيب انا مش عايز اتوهكم، يعني انا مش عايز اتوهكم عشان بصراحه الواحد بيسرح وهو شغال، فانا هكتفي بالكواليتي وهرجع ده للجلوبال امبيانس واعمل اوكي وارجع بس اشوف ريندر وارجع لكم تاني. ادي شكل الريندر بعد ما ظبطنا الكواليتي. طبعا لو ظبطنا اعلى من كده هنلاقي اكبر من كده، السكيل بتاع الخامات دي مش مظبوط تمام. بتاع الخامه اللي في الاول اللي هي في الفور، في الفور جراوند معموله نص، انا هرجعها بواحد، والميد جراوند هتفضل بواحد زي ما هي، واعمل ريندر مره تانيه. طبعا هنا فرق الكواليتي رهيب بين ده وبين الاول، لكن في حاجة انا عايز برضو اعملها. الجبل ده اللي هو رقم اللي هو ده، دبل كليك كده ما فيهوش ديتيلز. طيب انا هزود المش بتاعه او السيجمنتس بتاعته واحط ستونز، احط كراكس، احط فاير، احط كراتر، احط بيكس، ونعمل كده اوكي. يعني بحيث نديله اي حاجه في اي حاجه تمام، ونخلي السكيل بتاع الماتريال بواحد، هو مش كبير قوي للدرجه يعني. ونجرب نعمل ريندر هنا، حتى لو نعمل ريندر بريفيو او بريفيو ريندر نشوف الشكل عامل ازاي. شكله بقى احسن، كان ناعم قوي في الاول، كان سموث قوي،
متهيألي كده خد شكل ناتشرال اكتر، لكن دبل كليك عليه، نخش ندي شوية ديفيوجن ونعمل اوكي تاني، نرجع له تاني. من اكتر البرامج على فكرة اللي هتعمل تيست رندر افكت كتير جدا هو برنامج الفيو، لان الامكانيات يعني كل كليك حاجة تانية. زي ما احنا هنشوف دلوقتي، هنشوف الجبل بقى شكله عامل ازاي. اعتقد كده بقى ناتشرال اكتر من الاول، ومن الاول خالص كمان يعني. ده كده الجزء ده كده انتهى بالنسبه لللاند سكيبنج. طبعا كل الكلام ده يتغطى بالاشجار في الجزء اللي جاي ان شاء الله، والجزء اللي بعد اللي جاي الاتموسفير او الاجواء. واشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.